بين صفحات التاريخ الإسلامي شخصيات سطرت أسماؤهم بأحرف من نور. صلى الله عليه وسلم اختار حذيفة بن اليمان ليكون كاتما لسره. فكانوا نجوم أضاءت الأرض علما وإيمانا وجهادا، في علمهم طبعت الفهارس العلمية. ومن مظاهر السبق والتفرد أن سيدنا سعد كان أول من رمى سهم في الإسلام. وفي إيمانهم كانوا مصابيح الاهتداء أئمة الاقتداء، فهم الأولون السابقون المهاجرون المفقهون. سيدنا رسول الله فقال عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وعن بطولاتهم شهدت ساحات الفتوحات والغزوات بفنون الفروسية والإقدام، فهم فرسان النهار. لنا رواية مع أبناء مدرسة النبوة، أفضل الأجيال وأفضل الشباب لخير العصور. شباب عصر النبوة في رمضان على قناة مصر الأولى.